انا واشتغل ان شاء الله. ايوه يعني قدام التخطيط. جزاكم الله. اسمك 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 لو سمحت. وايد عبد الحميد. وانت؟ ابو قائد عبد الحميد. يعني تقطعوا له الشارع امام الحراره صح؟ ايوه. هذا يعتبر منكم دعم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. وان شاء الله موفقين. طيب اخي الكريم، المشروع هذا كبير وطويل ويخدم عده محافظات وعده ناس. ماذا نقول للتجار؟ ماذا نقول للتجار اللي هم بالخارج واللي هم بصنعاء؟ التجار يعني مع ولا دعم. ايوه ايوه هذا الكلام الصح، هذا والله دعم، لانه المشروع يخدم اربع محافظات. يعني يخدم الجميع، يخدم الشعب كامل. بارك الله فيك. احييكم من طريق الحياة، طريق وادي زهير 500 لف. يتم الان فتح الجانب الداخلي لجسم الطريق. تم العمل في هذه المنطقة من هذه الجهة ليسهل على الدركتر فتح المسار، وهذا المسار السابق في هذه المنطقة الذي تم شقه كما تشاهدونه امامكم. يتم الآن فتح المسار في هذه المنطقة. الآن نحن في سائلة الشعبة، هذه هي سائلة الشعبة، السائلة الثالثة من بداية خميس مطلق. يتم تحديد الجانب الداخلي لجسم الطريق. بالحب نسند بعضنا، ما نسيب شيء.